السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت اول مرة تشوفني معاك محمد سعيد من قناتكم اسرار الزراعة. هنتكلم مع بعض النهاردة عن نبات السجادة او الكاليوس وكل حاجة بتخش نبات السجادة عشان يبقى معاك بالشكل ده. اول حاجة هنتكلم عن طريقة زراعة نبات السجادة. طبعا السجادة احنا بنزرعها بطريقتين، اللي هي طريقة من بذور او الطريقة اللي هي التعقيد. ممكن نعقل اللي احنا ناخده منها عقلة من الفروع ديت، اي عقله طرفيه من ديت ناخدها هنزين منها الاوراق ونخلي اول عقدتين منهم نحطهم في انه هنوصلهم في التربه ونحطها في مكان ظل وهتطلع يطلع معاك وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وتاني طريقه اللي هي طريقه اللي بتنزرع من البذور، وانا هنعمل لكم فيديو برضو على هي زراعه السجاده او الكاليوس من البذور. وكده بعد كده هنتكلم على اللي هو السماد، طريقه التسميد بتاعه النبات ده. طبعا النبات ده احنا بنسمدوه بان بي كي يكون متعادل، او ولو متوفر عندك الحديد فانت تضيف معاه الحديد بيبقى كويس جدا بالنسبه للنبات ده. ما شر لو الحديد مش متوفر عندك تقدر تستخدم اللي هو ال ان بي كي لوحده، بتستخدمه كل 15 يوم لو النبات ده مصاب عندك او النبات شايف حاله النبات عندك مش كويسه، النبات ما بينموش بسرعه فانت بتستخدمه كل 15 يوم. اما لو النبات عندك كويس فبتستخدمه ايه كل 20 يوم، بتستخدمه معدل معلقه صغيره على 2 لتر ميه وبتسقي بهم النبات. ده بالنسبة للتسميد. نتكلم عن عملية الري. عملية الري طبعا النبات ده ما بيحبش الماء كتير، يعني انت النبات ده بترويه كل لو في الصيف بترويه مرتين مثلا في الاسبوع، كل ما التربة بتاعته بتنشف، لان كتر الري ده بيخلي النبات ده يحصل عفن في الجدر بتاعه وطبعا النبات بيموت ده من كتر الري. وكمان انت بتحطه في مكان يكون اللي هو مكان ظل مع شمس، ما تحطوش مكان شمس مباشره لان انت النبات ده بتاثر على طول باشعه الشمس، فانت لو حطيته تحت اشعه الشمس مباشره بتلاقي ان النبات ده الورق بتاعه، تلاقي الورق بتاعه اصلا حطيته في الشمس طول اليوم هتيجي اخر النهار هتلاقي كل الورق بتاعه ده تلاقيه نازل زي نظام محروق كده، وهتلاقي النبات دبل خالص كانه هيموت. ده من اشعه الشمس، بيتحط في اشعه الشمس، بتحطه مثلا في البلكونه يكون مكان ايه ظل مع الشمس، بس الغالبيه يكون ايه ظل اكتر يعني. بس لازم برضو توصلوا عمليه توصلوا اللي هي اشعه الشمس عشان يعمل طبعا عمليه البناء الضوئي بتاعته ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده